وهاي هاي الإجازة أعطوني إياها، هاي الإجازة ما هي موقعة من الوالي. يحدث في سوريا أن ورقة قد تقتلك، توقف علاجك أو ربما تؤخره على أقل تقدير. هذا حقا ما يرويه الحاج أبو عدنان، المريض بصمام القلب والكلى، والذي علق استئناف علاجه لأجل خطأ بورقة الإجازة، ما اضطره إلى أن يعيد إجراء التسجيل من جديد قبل أن يصدم بقرار آخر بوقف دخول الحالة الباردة حتى أجل غير محدد. أنا أموري جاهزة، يعني أنا بنشفى الجامعة بأنطاكيا، أموري جاهزة والكمليك موجود وكل أموري موجود، بس ما شوفير الصحي ما وقع الإجازة. شو ذنبي أنا كنت مريض وما قدرت، ماني واعي عن الموضوع كلياته. أنا بناشدكم وبطلب منكم أن تساعدونا وتدخلونا نتعالج. أبو عدنان ليس الحالة الأسوأ، فلأم حسن ومئة مثلها حكاية ثانية مع ورقة أخرى حلت حديثا كبديل عن بطاقة الحماية المؤقتة، وباتت تعرف بوثيقة السياحة العلاجية. مرضه السرطان بالدم وبيحتاج الزرع، والزرع يعني إنه ما هو موجود هون حصرا بتركيا بده يكون، والجرع كمان بتركيا، وحولونا على تركيا ومننا نروح هلا على تركيا، وعبقولوا إنه العلاج بمصرات بتركيا. منذ تطبيق نظام ورقة السياحة العلاجية دخل إلى تركيا عبر باب الهوى 700 مريض سوري، 100 منهم فقط بدأوا رحلة علاج على نفقتهم، و200 عادوا إلى سوريا من دون علاج، في حين يناشد من بقي بتركيا لإعادة تفعيل العلاج المجاني. هاي نموذج من الوثيقة السياحية الجديدة. الحل بالنسبة لهؤلاء المرضى هو إصدار قرار من الحكومة التركية بالعلاج المجاني لأصحاب الوثيقة العلاجية الجديدة، كي يتمكن المرضى من العلاج بشكل مجاني ضمن المشافي الحكومية. ومن المعلوم أن المرضى الداخلين من الأراضي المحررة إلى المشافي التركية معظمهم من أصحاب الدخل المحدود أو حتى الدخل المعدوم، من الذين تعرضوا للحرب وويلات الحرب على مدى 10 سنوات. معاناة المرضى السوريين خلال رحلة علاجهم خارج الحدود تزداد يوما بعد آخر، فعدم السماح بوجود مرافق طبي كان أعظمها تأثيرا قبل تفعيل ورقة السياحة العلاجية، والتي قسم وجودها المرضى السوريين وإمكانية علاجهم بحسب أوراق تحويلهم لوضعهم الصحي.